اتفضل. مولانا هم بيحتجوا دايما يوم يقسم المجرمون انهم ما لبثوا الا ساعه ويوم يقول امثلهم طريقه ان لبثتم الا عشره وان هي الا عشيه او ضحى. دايما بيحتجوا الناس اللي بينكروا عذاب القبر بهذه الايات. ده صحيح صحيح، بس هو ما لبثوا غير ساعه. الساعه ايه بقى انهي؟ الساعه ايه؟ وهل كل ما لبث ساعة لم يعذب؟ هل كل ما لبث غير ساعة لم يعذب؟ هل هذه الآية تدل على أنه لم يعذب؟ لا. هذه تتكلم على إيه؟ على الزمن. على الزمن. مش كده ولا إيه؟ لما تتكلم على الزمن بلاش كده، تعالى أنت هتنقلنا خالص، لأن مسألة الزمن أنا كنت أريد أن أنا أتكلم فيها محاضرة. خلاص تعالى تعالى معلش معلش تعالى تعالى يرد عليهم بالقرآن. قال إيه؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، مش كده؟ فأماته الله ثم بعث قال كم لبثت؟ يوما او بعض يوم. يبقى هو مات قد ايه؟ 100 عام. يوم. ايه؟ وظن انه 100 عام. صح ولا لا؟ صحيح. مش كده؟ ولما مات 100 عام ربنا تبارك وتعالى غير، خلى بعض الاشياء، جعل بعض الاشياء، جعل بعض الاشياء يحدث لها الفناء، وبعض الاشياء ما حدث لها الفناء. صح ولا لا؟ فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، مش كده؟ يبقى دامت 100 سنة وقام قال أنا قلت إيه؟ يوم واحد، بلاش كده. قال أصحاب الكهف كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وهم لبسوا كم؟ 309 سنة. صح ولا لا؟ 309 ولا 309؟ صح ولا لا؟ الله، معنى ذلك أن الزمن يختلف، لكن في نقطة هي، هل تعرضوا في الحقيقة إلى عذاب في هذه الساعة أم لا؟ المشكلة بقى مش مشكلة الزمن، لأن الساعة حينما يقول ما لبثنا غير ساعة، دي الساعة دي قد إيه على الحقيقة؟ صح ولا لا؟ صحيح. مش كده؟ يبقى لابد ان احنا نفهم الزمن غير ما يحدث في الزمن. ولذلك قالوا ايه لما هناك من في اصحاب لاصحاب الكهف؟ قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. ونقلبهم يتقلبوا، مع ان يتقلبوا لكن ما صحيوش، يبقى حدث فيهم اشياء، هذه الاشياء لم يشعروا بها هم، مش كده ولا ايه؟ ليه؟ لانه خلاص انفصلت الروح عن الجسد، ولكن بقي ثم التعانق بينهما، ثم ارتباط. يبقى هم يتكلمون عن الساعة لكن لا يتكلمون عما يحدث في الساعة. لكن أقول إيه؟ أقول ليس هناك آلة إدراك، خلي بالك، تجعل تصور ما يحدث لأصحاب الكهف في كهفين. ده مين اللي كان بينبأ عن هذا؟ الله، مش كده ولا ايه؟ ولذلك قيل ان هم حطوا الناس يريدون ان يعرفوا الملاكين دول بيتحاسبوا ازاي، مش كده؟ بيحاسبوا الميت ازاي، فوضعوا تسجيل. فما اقول لهم انتوا مخكم وحش ليه؟ ما في واحد بيموت بقنبله بيتفجر، صح؟ وفي واحد بتاكله السمك بياكلوه السمك، مش ربنا قال كده؟ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم ايه؟ يبقى يعني كان هيعمل ايه؟ مش كده؟ كان هيبقى طعام، ولما يبقى طعام يروح فين بقى؟ صح ولا لا؟ يبقى العقلية اللي احنا بنفكر بيها عقلية بشر محدودة، ولكن العالم اللي احنا عايشين فيه عالم كبير لا يدركه إلا من خلقه وهو اللامحدود سبحانه.